وإن كان به شبق أو به شدة رغبة في جماع فإنه يطأها ما لم يشغلها عن فريضة وما لم يحصل لها ضرر. فإن حصل ضرر وحصل نزاع فالحاكم يفرض لهما عددا، لأن البعض قد يصل جماعه في اليوم إلى 10 مرات أو أكثر، فلا بد أن يفرض لهما الحاكم عددا.